بالله عليكم يا أخوان، تصوروا معي أن هذا الديك استطاع أن يدافع عن زوجته الدجاجة ويهاجم من أخذها، لكن الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام ما استطاع أن يدافع عن زوجته التي كما تقول كتبنا الشيعية دخل عليها عمر وكسر ضلعها وأسقط جنينها، فمن أشجع برأيكم، الديك هذا أم الإمام علي؟